بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة هنتعلم ازاي نطبع على خامات الفواتح القطن 100% طباعة مباشرة بأي نوع طبعة. الجديد هيبقى بأي نوع طبعة، سبليميشن، انكجت عادي، او حتى طبعة ليزر. خليكم معانا لآخر الفيديو. طبعا انا كنت اعلنت يوم 27 فبراير بان احنا هنتعلم ازاي نطبع طباعة سبليميشن على خامات القطن 100%، طباعة سبليميشن مباشرة. وفي الفترة دي انا بدأت فعلا اجمع الخامات وجبت الورق وجبت الخامات اللي هشتغل بيها، ولكن بدأت تظهر بعض المشاكل ومعظمها بتخص نوع الطبعة اللي احنا بنطبع عليها. الطبعات بتاعتنا إبسون أو برازر شغالة على ميكانيزم قائم على تروس. التروس هي اللي بتقوم بسحب الورق. التروس ليها أهداب صغيرة، الأهداب دي بتعمل للأسف مشاكل مع بعض الورق، إن هي بتعمل نقط أو خطوط لأنها بتقوم بنقل الحبر. يعني الاهداب دي بتبدأ ان هي تنقل الحبر، لانه حبر مائي بيبقى طري ويبدأ يأثر على التصميم، يعمل خطوط على التصميم. وبالفعل انا التجربة نجحت في ان الورق نقل فعلا وطبعت طباعة سبليميشن، ولكن للأسف بقى فيه تلطيش في الطباعة، وطبعا التلطيش ده زعلني جدا وبدأت افكر ازاي نحل المشكلة. طبعا ده تيشيرت 100% قطن زي ما احنا شايفين، 100% قطن، وفعلا نجحت الطباعة، ولكن لو بصينا كويس هنلاقي فيه خطوط وتلطيش في الطباعة، وده خلاني افكر طيب ايه الحل، لان طبعا المشكلة دي قائمة في معظم الطبعات برازر او إبسون. ففضلنا نفكر، فاكتشفت ان احنا ممكن نطبع بطبعة ليزر، يعني ممكن نطبع على طبعة ليزر. انا عندي طبعة ليزر وممكن نطبع كمان بإنك جيت عادي، هنشوف ازاي، خليكم معايا. ده نوع طبعا الورق اللي احنا هنطبع بيه او هنطبع عليه، زي ما احنا شايفين الورق ده لوشين، وش خشن شوية ووش ناي. الوش الخشن ده هو اللي احنا هنطبع عليه. طبعا انا هطبع ليزر وهطبع انكجت وهنجرب الاتنين، بس انا عندي مشكلة في الطبع الليزر ان الالوان مرحلة، فهطبع اسود بس. هي طبعا هي طبع الوان، ولكن هضطر اطبع اسود لان الالوان عندي مرحلة بسبب انها تركنت فترة طويلة فعايزة تتظبط شوية، فهنطبع اسود فقط. وبعد كده هنطبع طباعة انك جيت ونحاول نكبس الاثنين ونشوف النتيجة. هبدأ ادي امر طباعة كنترول بي الصورة. طبعا انا هنا هقلب الكتابة مش دي طبعا. كنترول بي، اختار طبعا نوع الطبعة. عندي هنا ريكو سي 2500 طبعة ليزر، وهخليها خلي مثلا تصميم فوق كده او اخليه تحت اهو. بعد كده هخلي البرنت سيتنجز اضغط عليها عشان اختار خامة الورقة. طبعا بتاخد وقت شويه بالنسبه لطبعات الليزر.
طبعا هنا هنختار Transparency وهخلي نوع الورق، هخلي الماستر ورقي فور ومش هلعب في جودة الورق ولا اي حاجة خالص، وهضغط اوكي. نشوف كده وانكليك بريتس ابلاي اوكي، اضغط برنت. طبعا هي كده الطبعة دلوقتي هتبدأ تطبع، نطبع ونرجع لكم. طبعا دي الطباعة الليزر. الورق ده معالج ان هو يتحمل الحرارة بتاعة السخان بتاع الليزر، فما فيش اي مشكلة هتحصل خالص. ودلوقتي هنبدأ نطبعها طباعة انكجت، لكن قبل ما هطبعها طباعة انكجت هعمل حركة معينة كده، لان الورق ده رقيق جدا، فعشان اتحايل على موضوع الورق الرقيقة هنعمل حركة بسيطة جدا، ان احنا هنلزق جزء من ظهر الورقة بلزق ورق. هلزقها وابدأ ادي امر طباعة وارجع لكم تاني. خليكم معايا، انا كده لزقت الظهر زي ما احنا عارفين بقطعة ورق او بقطعة لزق ورق، وهبدأ احط الورقة دي في الطبعة الانك جيت. انا عندي بالنسبة للطبعات عندي ال L1110 بالنسبة لطبعات الابسون، وعندي البرازر G2330 عندي طبعتين، وعندي كمان الريكو افيشو 3110 دي برضو انك جيت، ودي اللي انا هطبع عليها. طبعا انا مش هطبع على الابسون لان النتيجة زي ما احنا قلنا كانت ملطشة شوية بسبب الميكانيزم بتاع الطبعة انها ماشية على دروس والاهداف بتبدأ تنقل الحبر فبتبوظ التصميم. هنجرب نطبع على الريكو افيشو 3110. انا كده بثبت الورقة، نفس الورقة اللي انا طبع لها ليزر هنطبع الانك جيت، ولكن طبعا مش هيبقوا الاتنين تصميمين فوق بعض ولا حاجة. طبعا احنا بنطبع على الوش الخشبي. هنختار هنا ريكو افيشو، خش على سيتنجز الاول، اقف على الصورة يعني ممكن تشوف عليها اهو. ريكو افيشو خليها فوق هنا، طبعا التصميم جيدة. اختار البيبر اخليه مثلا جلوسي بيبر، اختار الكواليتي اخليها هاي كواليتي، طبعا في بيست زي ما انا عاوز يعني، وهضغط اوكي وادي امر برنت. كده الطبعة تبدأ تطبع، نشوف النتيجة. انا الطبعة الريكو افيشو 3110 اصلا ما هي سبليميشن، يعني احنا دلوقتي هنجرب الليزر وهنجرب انك جيت عادي. السبليميشن طبعا انا جربته النتيجة طلع كويسة، لكن للأسف الصورة ملطشة وكمان الطبعة عاملة خطوط، وده بسبب التروس اللي موجودة في الطبعة.
بتاخد وقت شوية في التحضير، لكن في الطباعة بتبقى سريعة شوية، كمان أسرع من اللبس. طبعا نتيجة الطباعة مش باينة أوي لأنها بالألوان، هنشوفها بعد الطباعة. خليكم معانا. طبعا ده الورقتين أنا طبعتهم، دي الأبيض أسود طبعتها طبعا طباعة ليزر، التانية الألوان طبعها إنك جيت. طبعا يستحسن تبقى طباعة سبليميشن، لو هتطبع إنك جيت عادي لازم يكون حبر ما هوش مائي، يعني يكون جل او بيجمنت. طبعا انا عندي الحبر جل ما بتأثرش بالمية، فانا طبعت انك جيت عادي، لان زي ما احنا قلنا سبليميشن التروس بتأثر شوية في الطباعة، فحبينا ان احنا نكمل التجربة. دلوقتي انا هبدأ استخدم حاجة اسمها بودرة ترانسفير، دي طبعا موجودة عند الناس اللي بتبيع خامات الطباعة. هبدأ الوقت احط بودرة ترانسفير، وهبدأ بالخامة اللي طبعتها ليزر. بدأت اوزع البودرة، طبعا هنا عشانها ليزر فانا يعني بلمس الطباعة بصوابعي، لكن بالنسبة للانك جيت ما ينفعش لانها بتكون لسه طرية، ما ينفعش ان صوابعك تبصم في التصميم نفسه. طبعا مفروض الشغل الدقيق ان انت بعد ما بتوزع خامة الترانسفير بتبدأ بالبلاور تنفض البودرة من على بقية الورقة عشان ما تنزلش على التيشيرت، ممكن تشوه التيشيرت او تعمل سمك على التيشيرت وما فيش عليه طباعة. فالاجزاء اللي ما فيش عليها طباعة دي مفروض ان هي بتتنفض بالبلاور، لكن للأسف طبعا علشان وقت الفيديو انا حتى عامل مساحة طباعة صغيرة اصلا يعني. هبدأ دلوقتي انقل التصميم على المكبس، بنفض الجزء الزائد من البودرة، حطيت التصميم على المكبس زي ما احنا شايفين. وطبعا المكابس الخطأ اللي بيحصل لبعض الناس بالذات الناس الجديدة، المكابس نوعين، مفروض بالفهرنهايت وفي كمان بالدرجة المئوية. بالنسبة للفهرنهايت هيبقى 350 15 ثانية، بالنسبة للدرجة المئوية هيبقى 180 و 15 ثانية. عدت ال 15 ثانية هبدأ ارفع المكبس. رفعنا المكبس، طبعا هو انا كنت مجرب على ظهر التيشيرت عشان كده بلزق تحت. هبدأ ارفع ورقة الديتيف زي ما احنا شايفين، نتيجة في منتهى الروعة. دي طباعة ليزر، طبعا انت ممكن تطبع ليزر الوان مش مشكلة خالص، لكن انا المشكلة كانت عندي انا في الطبعة ان هي الالوان مرحلة لانها مركونة بقالها فترة طويلة. هنبدأ نجرب الطباعة الالوان. زي ما احنا قلنا ينفع طبعا الالوان العادية الانك جيت، لكن بشرط يكون الحبر ما هوش مائي، يكون من الاحبار النظيفة اللي هي متأثرش بالمية علشان ما يطلعش بعد كده في الغسيل، يا اما تبقى طبعة سبليميشن لكن هتحاول تشوف طبعة ما بتأثرش او ما بيكونش التروس بتاعتها بتمشي على الحبر زي ما حصل معي. الطبعة الانك جيت اللي انا شغال بيها، اللي انا عملت بيها التجربة، هي ريكو افيشو 3110، ودي ماشيه على حصيره، يعني اساسا الورقه بتتحرك على حصيره فما فيش تروس بتسحبها، فمش هتلاقي فيها العيب دي. وطبعا في بعض الناس
بتستخدمها سبليميشن لطباعه التيشيرتات هتبقى كويسه جدا ممتازه، لكن ما انصحش بيها في المجات لان الريزوليوشن بتاعها مش بدقه الطباعه على الخزف، لكن يبقى ينفع جدا جدا في طباعه التيشيرتات. انا دلوقتي بحط دي بودره الترانسفير على التصميم بتاعنا، بدات انفض عشان الاجزاء الحواف بتاع التصميم نفسها ما تاخدش بودره، الحواف خارج التصميم. بحط التصميم على التيشيرت، شغلت المكبس، هستنى لغاية ما درجة الحرارة توصل ل 350، هنا بنقل المكبس اهو على التصميم. كده هبدأ اكبس 350 درجة على 15 ثانية، هنعد ال 15 ثانية. عدت ال 15 ثانية هبدأ ارفع المكبس، اسحب الورقة. ده شكل التصميم. طبعا التصميم الكاميرا مش مبينة جمال التصميم، التصميم احلى من كده بكتير طبعا، يعني هو هنا واخد سنة اصفر شوية لكن التصميم افضل من كده بكتير. زي ما احنا قلنا لو هنشتغل بطبع انك جيت عادية هنحتاج ليكون الحبر بتاعها ما هوش حبر مائي او حبر ضد المية، بنسميه حبر ضد المية زي الحبر الجل او البيجمنت، يا اما هنستخدم طبعة سبليميشن. فتحاول تجرب الاول تشوف هل التروس هتمشي هتعلم في الحبر ولا لا زي ما حصل معايا يعني. وطبعا لو طبعة ليزر بتبقى النتيجة مبهرة، يعني طبعة ليزر الوان هتبقى نتيجة اعلى من كده بكتير جدا كمان. انا المشكلة عندي ان الطبعة للأسف كابنها مركونة بقالها فترة فطلع الحبر مرحل، فاضطريت اطبع ابيض واسود فقط، لكن النتيجة كويسة جدا. وعلى فكرة انا بعد الفيديو ده اصلا قمت بغسيل التيشيرت والحمد لله بفضل الله والله النتيجة ممتازة، ما تأثرش بغسيل ولا اي حاجة. لكن للمرة التالتة بكرر لازم يكون الحبر ضد المي، يكون الحبر جل او بيجمنت. اي حد عنده سؤال او استفسار هيتركه في تعليق اسفل الفيديو وان شاء الله هنرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.